انا رحت على القهوة عشان اتفرج على مباراة برشلونة ولافيس، فطلبت من الراجل القهوجي كوباية شاي، فالراجل مكرما عقبال ما راح وعمل كوباية الشاي وجابها لي، يا دوبك يا مؤمن خدت منها شفطتين، كانت برشلونة مخلصة المباراة في 32 دقيقة. لا لحقت اشرب كوباية الشاي كاملة ولا لحقت حتى احاسب القهوجي عليها. انت بتعمل ايه يا عم هانز فليك؟ لازم تعرف ان المباراة 90 دقيقة، ادي كده فرصة للجمهور انه يتخانق على هجمة، يشتم لعيب، يتحصل على هدف ضايع ولا اي حاجة. في 32 دقيقة النهاردة تلاقي ليفاندوسكي بيسجل 3 اهداف، ولازم جمهور برشلونة اللي هانز فليك معيشه حياة اجمل من ديزني لاند تحس ان هي ملاهي جماهير برشلونة، داخلة تلعب في كل الفرق مفيش مشكلة، خارج ارضها او داخل ارضها، 9 مباريات في الليجا منهم 6 مباريات خارج الديار. برشلونة النهاردة بتكسب الافيس في 32 دقيقة 3-0 وخلاص بقى الراجل نال المنال وهبلك وعمل اللي عليه، وابتدى الشوط الثاني يريح اللعيبة زي ما شفنا ان هو خرج لامين يامال اللي الصحافة وجماهير كتير كانت بتطالب انه يريحه المباريات القادمة. النهاردة تتفرج على شكل برشلونة لازم تشكر الظروف اللي نطرت الراجل اللي اسمه تشافي بعيد عن برشلونة. تشافي يا جماعة لو انت نسيت انا حابب افكرك، اللي في بداية الموسم قبل ما يكيلوا لابورتا طلع وقال ان يا جماعة برشلونة مش هتحقق اي انجازات الموسم دوت، ولازم تعاقدات قوية ولازم لعيبة ولازم نسرح ليفاندوسكي. ده راجل اصلا اخره يمشي بعكاز او يمشي على كرسي متحرك، ده كهل وعنده 36 سنة، وكمان الواد اللي اسمه رافينيا ده يطلع الهند، ده يطلع الهند او بنجلاديش ويلعب في دوري درجة رابعة، انا مش عايز، وعايز روميو وجولييت الواد روميو الجميل ويركل بقى كاسادو والرز بلبن دوت، وهنحاول نجيب صفقات من اول وجديد. فالكلام ما عجبش لابورتا وقام نطره وجي مستر هانز فليك. فخليني افكرك يا عزيزي لو انت لسه حاضر الفيديو بتاعي حالا زي ما انا لسه داخل، ما تنساش انك تعمل لنا لايك من هنا او تعمل لنا لايك من هنا، تشترك في قناتنا على اليوتيوب وتتابع صفحتنا الجديدة على الفيسبوك. وبرشلونة هو المركز الاول في الليجا الاسبانية قبل التوقف الدولي، برشلونة الثلاثي الهجومي بتاعهم هو اقوى ثلاثي هجومي في الدوريات الاوروبية، 23 هدف رافينيا وليفاندوسكي ولامين يامال. برشلونة هو اكتر 3 عندهم مساهمين في الليجا الاسبانية، ليفاندوسكي ب 12 هدف والواد اللي اسمه رافينيا 9 اهداف ولامين يامال 9 اهداف. دي كتيبة يابا، دي كتيبة اقسم بالله العظيم. خلينا نقول ان واحد زي هانز فليك لعب تقريبا بنفس اللعيبة اللي كانت مع تشافي، ولكن ادى الثقة مثلا للاعب زي كاسادو اللي تشافي ما كانش شايفه، كان ممكن يشوف سيرجي روبرتو، يشوف الواد اللي اسمه روميو وجولييت، يشوف الواد اللي اسمه جارسيا، ولكن كاسادو ده احنا مش عايزينه، سرحوه يا جماعة عشان كاسادو النهاردة يثبت لك قد ايه هو شرس وبيقاتل على كورة في نص الملعب. واتفرج بقى على الهدف التاني، انا مش هقولك اتفرج على الاسكندر، الواد بيشوف بقفاه، الواد بيشوف بقفاه، الواد بيحب انه يطلب الكرة من خط الدفاع علشان يسلمها بتمريرات ساحرة، وفي حالة فقدان الكرة تلاقي كاسادو اول واحد بيقاتل على الكرة شرسا، شرس جدا كاساد. والراجل اللي اسمه هانز فليك قال له بقولك ايه، انا هحولك لكيميتش، انت عارف كيميتش انت هتبقى اكمش منه اقسم بالله. فكاسادو النهاردة اقنعني 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 جدا جدا، وقال للادارة بتاع برشلونة حزين ليه يا عم لابورتا، قال له كان نفسنا نجيب الواد اللي اسمه نيكو ويليامز، قال له نيكو ويليامز مع نفسكم مالكمش دعوة، انا هحول لرافينيا للاعب بلس 18 يقدم كرة واخد بالك زيها زي السكسي فوتبول. فالنهاردة تلاقي رافينيا بيساهم بهدفين، بيصنع الهدف الاولاني لليفاندوسكي اللي انا حاولت اعيدها مش عارف اذا كان لعبها براسه ولا جت في كتفه ولا ايه، ولكن ليفاندوسكي هو اخر من لمس الكرة والهدف اتحسب له. والهدف الثاني تقريبا اللي هي التمريرة بتاع بدري عشان تروح لرافينيا، وشوف الاسبرينت بتاع رافينيا، شوف الاسبرينت والحيوية والنشاط بتاعت رافينيا، ده كان لعيب صلاحيته انتهى، كان لعيب مطرب اقسم بالله العظيم السنة اللي فاتت يا جماعة، تحس ان خارج من التربة وفائد اساسيات كرة القدم. السنة دي رافينيا غير غير خالص ولازم ياخد حق، وقليل من الانصاف لمستر هانز فليك. فالنهاردة رافينيا بيصنع الهدف
الاولاني والهدف الثالث لليفاندوسكي وهبالك، ولكن ينقصه حاجه رافينيا انه ياخد ثقه امام المرمى. رافينيا النهارده انفرط وضيع كوره، وكلمنا شويه على السلبيات يا علي وهبالك، لا تبيع لنا العجل. اقول لك على حاجه واحده، انا مش عارف، انا حاسس ان هي مجازفه. خليني اقول لك احصائيه بسيطه، ان لافيز وقع في 11 موقع التسلل، تسلل 11 مره وهبالك، ولكن مع بعض الانديه مش هينفع موضوع التسلل ده خالص، لان لو عندهم اجنحه سريعه هتلاقي ان ممكن يكسروا وهبالك مصيده التسلل اللي كان بيصنعها هانزي فليك. هانزي فليك كان بيلعب دفاع متقدم، وانت مالك يا بنيا؟ انت مال اهلك بالدفاع المتقدم؟ انا مش فاهم. الدفاع متقدم وبنيا حارس المرمى متقدم. انا لاحظت عليه النهارده في كل بعض الاوقات تلاقي بنيا بيخرج وهبالك لخارج ال 18. انت جاي تتمشى في شوارع برشلونه ولا شوارع لافيس؟ خلي بالك من حراس المرمى، زائد ان حارس المرمى دوت ما يطمنكش. النهارده لافيس اتلغى له هدفين بداعي التسلل، ولكن رده فعله اقل من تشيجن. فانت بقى تستني بقى حارس المرمى اللي اسمه تشيزني ده، ممكن ان هو يقوي حراسه المرمى نوعا ما، ولكن النهارده برضو كان الدفاع فيه شويه مشاكل. كوبارسي ما كانش في المود قوي، الولد اللي اسمه هيكتور فورت دوت وهبالك حلو وجميل وكل حاجه، ولكن ينقصه انه يتعشى اربع مرات. الولد دوت تحس انه ضعيف جدا جدا بدنيا، الواد تعبان بدنيا ومحتاج انه يشتغل على الجانب البدني كتير جدا يا مستر هانزي. اما بالدي فانا مش عارف حاجه، تحس ان مستر هانزي يعني حط صوابعه العشره في بالدي، حاول يعمل معاه كل حاجه ويديله الثقه ويبدا بيه اساسي ويريحه ويطبطبه ويكلمه قبل ما ينام ويشربه اللبن بايده، ومع ذلك بالدي من بعد الاصابه وتحس ان مستواه متراجع تماما. النهارده شفنا بيدري، والنهارده شفنا ايريك جارسيا اللي نزل في الدقيقه 6، وانا عايز احيي جمهور برشلونه، وتحس ان مستر هانزي فليك بيختبرك، بيقول لك انا عايز اعرف بقى انت بتحب برشلونه ولا بتشجعها كده على الماشي؟ انا كل مباراه هحط لك جيران توريس، وعايز اختبر صبرك وشوف هتتفرج على المباراة لمدة كام دقيقة. فتلاقي فيران ترويز بيدعاوي الجميع، بيخرج النهاردة انا معرفش بداع الاصابة ولا ايه، ولكن هو كان شكله مصاب وما نتمنلوش الاصابة. ولو انت تتمنى الاصابة لفيران ترويز انا لا هقول لك حرام ولا حلال ولا اي حاجه، ولكن خلي بالك يعني اللي مش هتعوزه النهارده هتعوزه بكره. برشلونه ممكن يلعب من 60 ل 70 مباراه، لما تيجي تلاعب مثلا فريق في الكاس، فريق درجه رابعه في بطولة الكوبا ديري، ما انت ممكن تريح ليفاندوسكي، ممكن تريح رافينيا، ممكن تدفع وهبالك بواحد زي فران توريس، وتدفع بانسو فاتي وفرانك ديونج، وما تستغربش من كلمة فرانك ديونج. خلاص الواد كاسادو ده كسح، لما يرجع الواد ده كاسادو وهبالك كاسادو موجود، ويرجع الواد اللي اسمه جافي، وعندك بدري، انت مش محتاج حد، انت مش محتاج حد. هو ده خط النص بتاع برشلونة، جافي وبدري وكاسادو، وعندك ايريك جارسيا بره وهبالك، اللي النهارده هانزي فليك قال له حبيبي انت ارتكازي والعب على الهادي، خد ثقه كبيره في نفسك، مش كل مباراه تحاول ان انت تبقى متسرع، واعرف مركزك جيدا. وشفنا النهارده برشلونه كان بيلعب في الشوط الاول بكل قطاليه، وكان باين الارهاق البدني على لامين يامال. لامين يامال هو كان فعلا المفروض ان هو كان يريح خالص عن المباراه، ولكن لامين يامال طلع تقريبا في الدقيقه 60، ولما نزل انسو فاتي كان ممكن يسجل هدف بالمناسبه، او انا عايز انسو فاتي يسجل هدف علشان الثقه ترجع له كل حاجه، ولكن شكل برشلونه في الشوط الثاني بتعليمات من هانزي فليك، يا شباب احنا هنهدي اللعب ونريح بعض طبعا، عشان عندنا موقعتين بعد التوقف الدولي، معانا بايرن ميونخ ومعانا الكلاسيكو، فطمع اللي ما جمع يا عم ليفا. النهارده انت سجلت هاتريك، واول لاعب في الليجا الاسبانيه السنه دي يوصل ل 10 اهداف، ومعايا تحت قيادتي انت لعبت 82 مباراه، سجلت 95 هدف، شوف الارقام يا عزيزي، وساهمت في 24 هدف، يعني 119 هدف، عايز ايه تاني يا عم ليفا؟